بمناسبة بدء تسعية القديس شربل، أحيت المرنمة رانيا يونس أمسية ترانيم روحية في كنيسة مار شربل المارونية بعمان، بمشاركة جوقة صوت المعمدان للاتيني في مادبا والعازف فارس فواضلة التي رعاها المونسنيور غازي خوري كاهن الكنيسة، والأرشمندريت إفيديس إبرجيان، والأب بنيامين شمعون، والأب بسام الدير، والأب سامر زكنون، والشماس سنان سلامة، وأعضاء أخوية الكنيسة، وجمع من المؤمنين من العراق وسوريا والأردن. حيرت الدنيا كلها عن أرضك لا تتخلى يا قديس من عنا يا شرب صلي عنا لبنان هالأرز الخضرة عنده شرب والعذرة يا شرب منك نظرة عالبنان وطمنا يا شرب صلي عنا. ورحب الأب غازي خوري بالمرنمة رانيا يونس وبجميع الحاضرين المشاركين في الصلاة الطالبين شفاعة القديس شربل ليحل السلام والأمان في شرقنا خاصة والعالم أجمع. مع الجوقة والعازف ورانيا رح نقضي أوقات روحية، رح تحسوا اللي حسيته إنه مش بس اشتغلوا على التجويد تبعول الكلمة واللحن، ولكن اشتغلوا على الروح الباطنية اللي في داخلهم. أهلا وسهلا فيكم من الأردن جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من العراق جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من لبنان جيتوا. هالكنيسة وكل كنايس الأردن منا محصورة لشعب معين، هي لكل الشعوب بالشرق الأوسط، حتى المسيحية يضلوا بالشرق، ومش بس المسيحية يضلوا بالشرق، كل روح طيبة تضل بالشرق. أهلا وسهلا فيك رانيا، ولو أخذت شوي أكثر. يعني بدي أهل بالآباء وأقول لكل الأحباب من كل المراكز والأقطار أهلا وسهلا فيك. وعبرت المرنمة يونس عن عميق شكرها لرعية مار شربل في عمان لدعوتها لإحياء هذه الأمسية المميزة، والتي قدمت فيها باقة من التراتيل والتسبيح للسيدة العذراء وللقديس شربل. ونشكر الله على كل الحضور، كان فيه من الأردن، من العراق، من لبنان، من سوريا، ومن كل الكنايس جينا تنصلي تنمجد الله، تنمجد الله بقديسيه، لأنه ربنا وقت المنكرم مار شربل ومنكرم العذراء ربنا بيتمجد. جينا لنصلي على نية السلام بالأردن وبالعراق وبسوريا وبلبنان وبالشرق وبكل العالم، وإن شاء الله يكون ربنا استجاب لصلاتنا، وجينا لنعيش المحبة. هالمحبة هي يلي ربنا بده إياها منا، وهي يلي بتجيب السلام. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور، قداسك الحقلي مذبحك البيت، بحنية السبلي ركعت وصليت.